أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. الميليشيات الحوثية وما إن تمنى بهزائم وتتكبد خسائر تلجأ كعادتها لقصف ممتلكات المواطنين وتصب جام غضبها على الطرقات والمنازل والمدنيين، ووصل بها الأمر إلى قصف المصانع، ولكن هذه المرة بمزيد من الأحقاد. وما تعرض له مجمع إخوان ثابت دليل واضح غير مهتمة بنتائج ما تقوم به من استهداف للعمال ومصادر رزق أسر، فيما لا تأبه بالزج بأبناء القبائل إلى محارق الموت، سواء في الحديدة أو الجوف أو مارب أو البيضاء أو مختلف الجبهات التي تحاول بائسة تحقيق تقدم. جنون الهزيمة يدفع بميليشيات الحوثي الإرهابية إلى إحراق مجمع إخوان ثابت بشكل شبه نهائي هذه المرة بقصف مباشر بقذائف المدفعية تسببت في إخراج المجمع عن الخدمة نهائيا بعدما أحرقت 3 مستودعات، وعجزت فرق الإطفاء الخاصة بالمجمع عن التعامل مع النيران. الساعة 1 ليلا في تاريخ 17/10/2020 قامت ميليشيا الحوثي بقصف مصنع إخوان ثابت، مما أدى إلى هذا الحريق أمامكم كما تشاهدون. مجمع إخوان ثابت يعد سكنا لفريق الرقابة الأممي، وكذا أحد نقاط ضباط الارتباط، ناهيك أن قاعات الاجتماع هي الأخرى نقطة لقاء رفض الحوثي لأكثر من مرة الحضور إليها في إطار الاجتماعات المشتركة، وانتهى رفضه هذا بقصفها بالهاونات. هذا ويتعرض مجمع إخوان ثابت للقصف الحوثي على مدى 2.5 عامين. كان آخر قصف قبل أسبوع واحد في ظل صمت أممي وإصرار حوثي على انتهاك حرمة المنشآت المدنية والتعامل معها بغوغائية ناسفا بذلك اتفاق ستوكهولم، وكلما من شأنه المحاولة الدولية لإخراج القضية اليمنية بحلول سياسية. قصف الحوثي لمجمع إخوان ثابت خلال الشهر الجاري لعدة مرات يأتي بعدما كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية من مرابض مدفعيتها فوق العمارات التجارية وإلى جوار منازل المواطنين المحيطة بالمجمع، ويأتي ذلك في إطار تمترس ميليشيات الحوثي بالمدنيين كدروع بشرية وتماسك إنساني من القوات المشتركة في إخماد مصادر النيران. قصف مجمع إخوان ثابت ليس إلا أحد صنوف تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية لهجماتها العسكرية على مواقع القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة، وتشير المصادر العسكرية إلى أن القوات تعاملت ليلة الأربعاء مع عدد من العمليات الحوثية على مواقعها في شرقي مدينة الصالح وفي شارع صنعاء وقرية منظر. يأتي كل هذا التصعيد العسكري في ظل مطالبات أممية لوقف التصعيد، مطالبات ترصد بأنها نداء من بعيد لم يصل صدى صوتها إلا بعد أيام من انطلاق معركة الحوثي. ويرى محللون أن دور الأمم المتحدة في الوساطة بات خارج إطار السيطرة، وأن هناك تحولا في المواقف الدولية إلى ترك القوة تغير جغرافية الأرض. أهلا بكم، مرحب بضيوفي عبر الهاتف، الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي. نعم، إذن أبدأ مع الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا. نعم دكتور، كيف تقرأ كل هذا التخبط والجنون من قبل الميليشيات الحوثية والدفع بالمئات من المقاتلين سواء في الساحل الغربي في الآونة الأخيرة وأيضا قبل ذلك في مارب ومختلف الجبهات، يعني تدفع بالمئات من المقاتلين دون رادع من ضمير أو إنسانية أو حتى تدخل من الأمم المتحدة؟ أخي الكريم، طبعا هم عندما يفعلون ذلك فهذا يشير إلى حقيقة واحدة، وهي أنهم لا يشعرون بالانتماء لهذه الأرض ولا لهؤلاء الناس، لأنه لو كان لديهم شعور بالانتماء لكان لديهم شعور بالمسؤولية إذا حياة هؤلاء الناس. لكن هم عندما لم يشعروا بالانتماء وإنما شعروا بالانتماء إلى الهدف الذي أسسوا من أجله وإذا المشروع الذي يخدمونه، فإنهم ما يهمهم أن يلقوا بالألف أو الألفين أو الآلاف في سبيل تحقيق هذا المشروع، وهم يقولون ذلك أنه لا يضرهم مهما كلفهم ذلك من ثمن، طبعا تحت شعارات براقة منها دفاع عن الوطن، منها الحرب على الإرهاب والمرتزقة وما إلى ذلك. لكن هذه نقطة. النقطة الأخرى أنهم عندما خاصة بالأسابيع الأخيرة
عندما توالت عليهم الضربات وتحركت ولو بشكل جزئي بعض الجبهات في وقت واحد مثل الجبهات في الجوف ومأرب وفي الساحل الغربي شعروا بالخطورة الكبيرة، لأنهم يعرفون أن تحرك الجبهات في وقت واحد هو نذير شؤم بالنسبة لهم، لأنهم لا يستطيعون أن يغطوا المساحة الجغرافية لتلك الجبهات. وذلك الشعور بالخوف جعلهم يندفعون بأقصى ما لديهم من قوة. لماذا؟ كي لا يشعر الناس أو لا يشعر المقاومون بأنهم ضعفاء، فيريدون أن يكثفوا النار من أجل أن يسكتوا أي محاولة أو أي فهم أن الجبهات إذا انفتحت في وقت واحد يمكن أن تؤثر عليهم، بمعنى أنهم يريدون أن يقولوا حتى ولو فتحت جميع الجبهات في وقت واحد فإننا لن نتأثر. لكن ذلك طبعا هو ينبئ عن العكس، ينبئ عن شعورهم بالخوف من استمرار الجبهات في وقت واحد، ينبئ عن شعورهم بالخوف من إدراك الناس لحقيقة هشاشة قوتهم القائمة أساسا على تناقض. جنور الهزيمة يدفع بميليشيات الحوثي الإرهابية إلى إحراق مجمع إخوان ثابت بشكل. نعم دكتور، ولكن ومع ذلك النتائج تثبت عكس كل ما تخطط له الميليشيات. بالتزامن أيضا تقوم الميليشيات ببث الشائعات بالتزامن مع يعني الزج بالمئات من المقاتلين، يعني تدأب على بث الشائعات، ولكن في الأخير ونتائج كل هذه المعارك يعني تتضح للرأي العام وتتضح هزائم هذه الميليشيات. إذن كيف وبأي وجه ستقابل عناصرها والمغرر بهم؟ أخي العزيز، هؤلاء لا يستحون، يعني عندما يستخدمون وسائل التضليل والكذب حتى وإن انكشفوا، يعني رأيت الذي يكذب ولا يستحي، يعني تجرأ على الكذب. يعني من هو الذي يمكن أن يقول أن الحوثيين على سبيل المثال يستحون وهم يقولون بأنهم احتلوا قصر الإمارة في عسير؟ يعني هذه الكذبة التي روجوها في بداية الحرب طبعا، وأنهم أسقطوا طائرة سودانية أو ما إلى ذلك، ومئات الآلاف أنواع الكذب الذي مروا به خلال هذه الفترة، لا يهمهم، حتى لا يهمهم أن يعرف الناس أنهم يكذبون، يهمهم أن يظل كذبهم ينطلي على شريحة من الناس، ربما هذه الشريحة تعرف أنهم يكذبون لكنها شريحة تريد الراتب وتريد المال من أجل أن تعتاش على فتات الحوثيين وتذهب إلى الجبهات. وبالتالي نحن أنت عندما تقول يعني ألا يستحون، كيف يمكن أن يواجهوا الحقيقة بعد انكشافها، يمكن أن نفهم هذا الكلام بشكل صحيح فيما لو كنا نتحدث عن جماعة ذات مسؤولية وتحترم نفسها ولا تمتهن الكذب، لكن هذه الجماعة هي تمتهن الكذب وتمتهن الفجور وتمتهن التزوير والتضليل، وبالتالي لا يضرها ذلك حتى لو انتشفت، بما أنها تريد أن تحقق الهدف فإنها ستظل تكذب، وكلما انتقلت من هزيمة إلى أخرى أو من موقع إلى موقع آخر تتراجع فيه يمكن أن تبرر بأي تبرير، كان يقولوا على سبيل المثال يعني تكتيك أو انتحار تكتيكي أو ما إلى ذلك، ما كنا نسمعهم خلال الهزائم المدوية لهم التي كانت في العام الأول للحرب. لكن أخي العزيز، ينبغي أن نقول بأنه صحيح الحوثيون خلال الشهور الأخيرة تقدموا في مواقع كانت تسيطر عليها الحكومة الشرعية، لكن ينبغي كذلك أن نقول بأنهم خلال 9 أشهر من الحرب على مأرب، وهذه الحرب بدأت في يناير الماضي كما تعرف، لم يستطيعوا تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو السيطرة على النفط والغاز، وبما أنهم لم يسيطروا على النفط والغاز في مأرب فإن معاركهم جميعها في مأرب لا معنى لها ولا أهمية من الناحية الاستراتيجية والعسكرية لهذه المعارك، لأنهم لم يحققوا الهدف، وبالتالي دخلوا في معارك استنزاف أدت بهم إلى ما وصلوا إليه خلال الأسابيع الأخيرة من انتصارات واضحة، آخرها اليوم يعني عشرات الكيلومترات انسحبوا منها في الجو بعد انكسارهم أمس من واندحارهم عن معسكر الخنجر وغيرهم المواقع المهمة في خب الشعب محافظة الجو، وكذلك في جبهة مأرب الشمالية في منطقة رحبة وغيرها. في هذا الإطار، ما دلالة كل هذه الانتصارات دكتور؟ نقطة وحيدة، نقطة مهمة، وهي أنه لا شك أن لهذه الانتصارات في الجبهات الشرقية في مأرب والجو لها ارتباط وثيق بتحرك الرجال في ساحل البحر الأحمر والاستهداف التي
معركة الاستنزاف التي تقوم بها القوات المشتركة ضد هذه الميليشيات في الساحل. هذه المعركة هي التي أدت بهذا الجنون الهستيري الحوثيين إلى ضرب مجمع إخوان ثابت الذي استهدفوه. يعني لا نستطيع أن نحصي كم مرة استهدف هذا المجمع من قبل هذه العصابة. نعم. الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. الأستاذ محمد أنعم رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، مرحبا بك. السلام عليكم جمهوري من الساحل الغربي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، ما الرسالة التي تريد أن توصلها الميليشيات يعني بعد كل هزيمة تلجأ إلى قصف المنازل، إلى قصف المدنيين، إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات، آخرها ما قامت به من قصف وصب جام حقدها وغضبها على مجمع إخوان ثابت؟ هي ليست لديها رسالة، هي تعكس حالة الانهيار والهزيمة التي تعرضت لها في دريهمي وفي حيس، وهو تعبير عن حالة الهستيريا التي وصلت إليها. هي تعمل منذ هذه ظهور هذه الجماعات 2000 منذ ظهور هذه الجماعة على إبادة، على إحراق الأخضر واليابس بصورة متوحشة، تريد أن تلعب الناس، لكن الناس أصبحوا عندهم قناعة ومناعة أنه لا بد من القضاء على هذه الميليشيات. إيش تقصد؟ يعني مصنع وهي تعرف أنه ينتج مواد غذائية للمواطنين ويعمل بشكل يومي، تقصد تلك الوحشية دليل عن انكسار نفسي وهزيمة معنوية تعرضت لها، تريد أن تظهر أن لديها قوة وسيطرة، لكن هذه عبارة عن مواد بالستيكية اشتعلت لن تؤثر في معنويات أحد بقدر ما تؤكد على إصرار هذه الجماعة على تدمير البنية التحتية في البلاد وإحراق الأخضر واليابس. ولكنها أثرت أستاذ محمد، أستاذ محمد، ولكنها تؤثر أيضا على مصادر أرزاق أسر، يعني هنالك يعني استهداف أيضا لعمال، ولا تأبه الميليشيات. إدارة المجمع بذلت جهودا مضنية خلال الفترة الماضية لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج رغم تعرض هذا المصنع يعني لعدة قصوفات وحجم الأضرار، وهنالك إعادة يعني لتشغيل هذا المصنع لكي تعتاش أيضا الأسر وعمال المصنع، ولكن الميليشيات لا تأبه لكل ذلك. بالتأكيد هي تمارس حرب اقتصادية ولتجويع المواطنين، هي تمارس حرب تجويع واضحة، يعني سواء بقطع المرتبات أو بإحراق مصادر عيشهم، إحراق القوارب. بالأمس كانت صادرت جميع القوارب في 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 في, في الصليف وكمران وغيرها، أو منعت الصيادين من أن يصطادوا. اليوم أيضا بالأمس أحرقت المصنع وهو تعتل منه مئات الأسر، كذلك في الدريهمي ضربت القرى، احرقت المزارع، كل مصادر العيش، الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي في كل الجوانب هي موجوده، ضربت المدارس، احرقت المدارس، احرقت المستشفيات، صوامع الغلال. امس كان نموذج واضح عن بشاعه وهمجيه ميليشيات الحوثي، اضافه الى ذلك تصور تحرق المزارع حق المواطنين في مناطق يعني بعيده عن المواجهات العسكريه. المواطنين ابناء الدريهم اليوم تحولت منازلهم الى اطلال، حتى المخيمات تستهدفها. اذا كانت بالامس مشروع مياه مدينه حيس الذي يوفر المياه الشرب لاكثر من 40,000 نسمه، لم ظلت توجه قذائفها لاعاقه وعرقله هذا المشروع بعد ان كانت دمرت المشروع السابق. انتهاكات الحوثيه لا تقتصر في جانب الانساني فقط، وانما تريد ان تقتل الانسان اقتصاديا وتحوله الى انسان يتبع اوامرها وينساق لتوجيهاتها، كما يحدث في بعض المناطق لاجبار الشباب او ابائهم على الدفع بابنائهم وفلذات اكفادهم للقتال في صفوفها والموت في حروبهم العبثيه التي لا نريد. ايش تريد الان من قصف مصنع ثابت؟ ايش تريد من مدينه الدريهمي؟ ايش تريد من استهداف حيث يعني كل يوم؟ دقيقه استاذ محمد، يبقى معي اذا سمحت، سانقل هذا التساؤل، هو تساؤل مهم جدا، سانقل هذا التساؤل للدكتور نجيب غلاب وكيل وزاره الاعلام، ابقى معي استاذ محمد اذا سمحت. دكتور نجيب مرحبا بك. اهلا بك. ضيفي سأل يعني سؤال مهم، وهو ما الذي تريده الميليشيات
من قصفها لكل مصادر الحياة، يعني تقصف مصنع، وأيضا يعني هنالك مشروع للمياه لمديرية حيس كانت قصفته سابقا، واليوم هنالك مشروع أيضا جديد للمياه لأبناء مديرية حيس تريد أن تقصف هذا المشروع. يعني لماذا هي عدوة لكل مشاريع الحياة برأيك؟ أولا الحوثية لديها منهج فيما يخص هدم البنية التحتية وإضعافها، وليس فقط يعني مشاريع القطاع العام وحتى مشاريع القطاع الخاص، جميع ما يمكن أن يمثل قوة للشعب أو للناس، سواء كان الرأس المال الوطني أو حتى القوة المقاتلة في الميدان أو حتى الناس عندما يعرف أنهم قادرين على أن يمتلكوا لقمة العيش. وبالتالي الحوثية ضمن منهج عام، نجدها في صنعاء مثلا تهدم مؤسسات الدولة وتضعفها، تضعف أيضا القطاع الخاص، وهي تنشئ وفي ظل هذا الهدم والتخريب جهازها الموازي، سواء جهازها الموازي الميليشياوي ضد مؤسسات الأمن والجيش، أو جهازها الموازي الاقتصادي ضد الرأسمال الوطني، وأيضا تنمية هذا منهج حوثي ثابت في كل مكان. لكن ما يحصل الآن في الحديدة هي لا تريد أي شيء يتم تحديده يعني من نجاح، مثل مشاريع المياه، وأيضا مسألة إيجاب المناطق التي يعني الناس ممن تحرروا، وهي تدرك أن كثير من أبناء الحديدة لم يكن جميعهم هم ضد المشروع الحوثي، وبالتالي مسألة معاقبة الناس بأي طريقة وبأي شكل هي مسألة منهجية، يعني من تخريب التعليم، تخريب حتى القطاعات الصحية، تفخيخ يعني زراعة الألغام وإعاقة يعني المزارعين من القيام بأعمالهم، أيضا مسألة الصيادين وملاحقتهم. اليوم تستهدف يعني مثلا الرأس المال الوطني من خلال استهداف يعني المجمع الصناعي والتجاري لآل ثابت، وأيضا هي ترسل رسالة واضحة أنه في حالة تم التغلب عليها عسكريا ستلجأ إلى الأرض المحروقة، وهذا هو أسلوب الحوثية. ووجدنا أنه عندما كادت الحديدة أن تتحرر قبل يعني اتفاق ستوكهولم، هددت الحوثية بشكل واضح أنها ستفجر كل الموانئ وكل المصالح العامة، وهددت بشكل واضح وأرسلت رسالتها حتى لأطراف دولية، وبالتالي هي لا تبالي الحوثية أما أن تربح أو أن تخرب كل شيء. هذه الطريقة في القتال هي طريقة العصابات والمجرمين والأنظمة الموازية التي تشتغل ضد الشعوب وتكره شعبها وحتى تكره من يقاتل معها، يعني تدفع بالناس إلى المحارب دون أن يحققوا النتائج التي تضعها الحوثية، وبالأخير الخسائر السامة هي على الشعب. وهذا الجهاز الموازي هو جهاز عنصري منهجية تقوم على هذه الأشكال المتعددة من تحريب الشعب. نعم دكتور، ابقى معي إذا سمحت أستاذ محمد. كما قال الدكتور يعني المواطنون هم ضد المشروع الحوثي، يعني ما دلالة احتفالية الدريهمي بأعياد ثورة 26 من سبتمبر وأيضا 14 من أكتوبر، وأيضا اليوم حيث تدشن العام الدراسي الجديد في ظل كل هذا الجنون وكل هذه الهستيريا من قبل الميليشيات الحوثية؟ شوف، أهم حاجة في رسالة المواطنين أبناء الدريهمي هو احتفالات أعياد الثورة اليمنية، هو أنهم يوصلوا رسالة للميليشيات الحوثي وكل من يقف وراءهم، نحن نحتفل بالثورة، بعيد الجمهورية، بالديمقراطية، بالانتخابات، بالتعددية، لا يعبهون بمزاعم الحوثي أو أقاويل المرجفين الذين يحاولون يصطادون في الماء العكر. إقامة الاحتفالية بحد ذاتها تأكيد على قوة ومتانة المكان التي تحتلها القوات المشتركة وارتباطها بأبناء الساحل الغربي، بأبناء الحديدة، وبأبناء الدريهمي بشكل خاص. اليوم المواطنين بتلك الحدود عندما يحضرون وهم يسمعون ذوي القذائف وقذائف الميليشيات الحوثي ويتحاول تستهدفهم، تحاول تستهدف الأسواق، تحاول تستهدف أماكن سكنهم،
خيام نزوحهم، ومع ذلك حضروا قبهم وقبيلهم كما يقال، واحتفلوا واسمعوا العالم صوت. ليست الدليهمي هي تلك العصابات التي تتمترس داخلها من ميليشيات حزب الله او ايران. الدليهمي هي ابناء اولئك اليمنيون الذين في الامس خرجوا يقولوا نعم للجمهوريه، نعم للثوره السبتمبريه والثوره اليمنية بشكل عام. لن يستطيع ان يكسرهم او تهزمهم الموت، بيوتهم تخربت تدمرت، لكن واقفين على مبادئهم ووفائهم لقيم الثوره لدماء الشهداء من ثوره سبتمبر واكتوبر وانتفاضه ديسمبر، وكذلك شهداء الساحل الغربي اليوم الذين يسطرون اروع الانتصارات والبطولات وهم يتصدون لجحات الميليشيات الحوثيه. تاكيد رساله واضحه ان الجمهوريه ستنتصر مهما كانت التضحيات، وان مشاريع الحوثي ستنهار لا محاله. نعم استاذ محمد، ابقى معي اذا سمحت. دكتور نجيب، ما دلاله يعني فشل الميليشيات في جمع المزيد من المقاتلين؟ يعني هي في الاونه الاخيره نقلت بعض من المقاتلين مثلا من الضالع الى مارب، فشلت ايضا في تشكيل ما اسمتها بكتائب تهامه. نعم، الناس أصبحوا على قناعة كاملة أن الحوثية يعني في قتالها لا تحقق يعني الأهداف التي ترفعها ودعاءاتها كلها أصبحت مكشوفة، لكن بالأخير هي ناجحة في حفر المقابر. اليوم كلما حفرت الحوثية مقبرة أرسلت رسالة من جنوب أن مشروعها الوحيد هو القتال والقتل مهما كانت النتائج، سواء على مسألة من معها يقتلوا أو يذبحوا أو حتى بعضهم لا يجد له قبرا. والمسألة الأخرى أن الحوثية ترفع شعارات متعددة محاربة أمريكا وإسرائيل والعالم كله، وبالأخير كل الضحايا يمنيين من معها وحتى من ضدها، وبالتالي مشروع الحوثي هو مشروع خراب وتدمير. من لم يقتنع من اليمنيين اليوم أنا أقول لك فقط أنه أما أنه خائف أو يحدد مصلحة جزئية. أما مسألة الخلاص من الحوثية أصبح أنا أعتقد أنه اليمنيين على قناعة كاملة أنه لن نصل إلى السلام إذا لم يتم هزيمة هذه الحوثية. وجزء من المقاومة الشعبية هو عدم الذهاب إلى القتال معها، ومن تحشدهم بالأخير يتحولوا إلى ضحايا، وتريد أن تحول هؤلاء الضحايا من خلال المقابر إلى حالة فعلية لكي يستمر اليمن غارق في الدم. وبالتالي اليمنيين هم عقلاء، يعني كثير من اليمنيين يدركوا إدراك كامل أن الحوثية بهذه الطريقة وأسلوبها ورفضها لكل الحلول السلمية بما في ذلك إعادة اتفاق استوكهولم. لو تم تطبيق اتفاق استوكهولم كنا اليوم في الساحل كلها الأمور طيبة ولا يوجد يمني يقتل، لكن بالأخير الحوثية أعادت كل مشاريع وضغوط حتى تطبيق، واليوم هي تفجر الحرب في الحديدة لأنه النزعة الدموية التي تعيش يعني الحوثية لا تعيش إلا على الدم والحرب والسطو، وهذه المسألة بالنسبة لها أصبحت إدمان. وبالتالي اليوم أبناء اليمن يدركوا بشكل كامل أن من سيذهب مع الحوثية إنما يحارب وطنه وإنما ويحفر قبره بيده ويخدم مجموعة عنصرية لا تبالي ما الذي يحدث لليمنيين، ليس فقط من ضدها بل حتى من معها. نعم دكتور، ابقى معي إذا سمحت. أستاذ محمد، الموقف الأممي الذي ما إن تشتد ويشتد الخناق على الميليشيات الحوثية حتى نلاحظ تدخل من الأمم المتحدة، لماذا؟ الموقف الأممي واضح، يعني أنه لو كانت هناك الأمم المتحدة تريد حل لمشكلة الحرب القائمة في اليمن، أو تحديدا كانت تريد إعادة بناء الثقة من الحديدة باتفاق ستوكهولم، لكانت نفذت البنود الأربعة التي نص على اتفاق ستوكهولم. الأمم المتحدة تريد أن تبقي موظفيها يتقاضون مرتبات عالية، وتريد أن تتاجر بدماء اليمنيين ومآسيهم، بدليل أنه لم يتنفذ شيء من اتفاق ستوكهولم. واليوم نسمع عن اتفاق جديد لتبادل الأسرى وهو كان بند رئيسي ضمن اتفاق ستوكهولم، والآن يجزئها المبعوث الأممي إلى الأمم المتحدة. بالتأكيد نحن في المقاومة المشتركة في المقاومة الوطنية نحرص على السلام في بلادنا ونحرص على مدينة الحديدة أكثر من أي إنسان آخر، أي بريطاني أو أمريكي أو غيره يحرص على ما يحرص على بلادنا أكثر مما نحرص نحن عليها وعلى دماء أهلنا.
لكنهم يحاولون أن يعلموننا أو يحاولوا يعملوا أنفسهم أنهم يحرصون على السلام أكثر مننا وعلى المدينة الحديدة وعلى وصول المواد الغذائية. اليوم لا، النقاط العبور التي كانت مفترض أن تكون نقاط إنسانية لم تفتح إلى الآن. رفضت ميليشيات الحوثي معاناة أبناء الحديدة للانتقال من منطقة من قراهم إلى زيارة أهاليهم أو إلى أقاربهم داخل مدينة الحديدة، مستحيل إلا عبر أن يذهبوا عبر محافظات أخرى. كذلك وصول المواد الغذائية مستحيلة، كل المنافذ أغلقتها ميليشيات الحوثي، الموانئ تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، لم تخرج. يعني أنا أقول لك إنه السلام هو الذي تفرض القوات المشتركة، هم الذين الآن يقاتلون ويضحون من أجل أن يحموا السلام في اليمن. ميليشيات الحوثي لا تحمل إلا آلة حرب، كما أكد على ذلك العميد طارق صالح، آلة حرب ولا تعيش إلا على الحرب، وتسعى كما أكد الدكتور جميح وتسعى للسيطرة على منابع النفط والغاز في اليمن في مارب والجوف، وكذلك تسعى للسيطرة على البحر الأحمر وباب المندب، باعتبار ذلك يندرج ضمن استراتيجية الثورة القومية تصدير الثورات إلى الخارج. وهذا هو الآن الأمم المتحدة غير مكترثة فيما يحصل بالحديدة ولا وتسعى إلى تحقيق المشكلة، وإلا لكانت نفذت كل ما جاء باتفاق استوكهولم، لكن المبعوث الدولي للأسف حوله إلى حبر على ورق. أستاذ محمد العم مدير المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، شكرا جزيلا لك. الأستاذ عبد الله عسيلي المتحدث باسم قوات الزرانيق، مرحبا بك. مرحبا بك أخي الكريم. ما الذي تبحث عنه الميليشيات في منازل المواطنين والمصانع والطرقات؟ أولا تحية لكم. ما تبحث عنه ميليشيات الحوثي، ميليشيات الحوثي هي كارهة للحياة، رأت أن اليمنيين في هذه الفترة الأخيرة أرادوا أن يعيشوا بسلام وأن تنتهي معاناتهم وأن تنتهي هذه الحرب، حتى وإن لم تكن عسكريا بعد أن انتظرت طويلا أرادوا أن حتى أن تنتهي لو سياسيا. عاد أغلب مقاتليهم إلى منازلهم، وخاصة بعد إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن جوها واعترافه بالعراقيل الحوثية للسلام، أراد المواطنين أن يعودوا إلى السلام وأن يعودوا إلى منازلهم بعيدا عن الحرب وعن المعاناة، فأرادت أن تشعل فتيل الحرب وأرادت إطالة هذه الحرب. لا تريد للمواطنين اليمنيين أي سلام، حيث أنها في الأوان الأخيرة قامت بإجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية أو تجنيد مقاتلين، وأجبرت عقال المشايخ والعقال والمشايخ داخل كل المديريات بكشف أسماء الفارين الذين عادوا إلى الجبهة. في الأوان الأخيرة حصل شرخ في جبهات الحوثي، حيث أن الجبهات كلها انقضت وذهب المواطنون يبحثون عن لقمة عيشهم. نصبت لهم نقاط في الطريق واستبقت لهم في منتصف الطريق واعتقلتهم، اعتقلت كل من كان مقاتل لديها وأجبرته على العودة. أخي العزيز لو أحدثك ما حدث في المديريات، يراسلوني بعض الإخوة، أقسم بجلال الله أنها وصلت جثث بالمئات، مش بالعشرات، بالمئات، ولا زالت جثث الآن مرمية. تورطت في حرب مع القوات المشتركة وهجمت وأرادت أن تخترق تحصينات القوات المشتركة وتصل إلى انتصار بسيط كي يرفع من معنويات الفارين، ولكنها تورطت وزجت بالمئات منهم، لا تزال جثثهم إلى الآن مرمية. ما تقوم به، ما قامت به يوم أمس في كيلو 16 هو هجوم كاسع ونوعي وفريد، بغرض أنها تسحب جثث قتلاها الذين لا يزالون في صحراء كيلو 16 والدريهمي وعدد من المناطق، لكنها باءت في الفشل. أخي الكريم. أستاذ عبد الله ابقى معي إذا سمحت. دكتور نجيب، هل يستحق الأمر كل هذا العدد من المقاتلين لمحاولة تحقيق انتصار وهمي؟ نعم، الحوثية هي تدرك أنه عملية تحقيق انتصار في الساحل الغربي هو صعب، لأن هناك قوة صلبة وقوة مدربة، وأيضا مسألة تحقيق انتصار وما زال اتفاق ستوكهولم يعني على الأقل على المستوى الدولي الناس يعملوا أنه بالإمكان أن يشتغل، لكن يبدو لي أنه الضربات التي تلقتها الحوثية في الجوف ومارب
تريد يعني ايضا اشعلت يعني ايضا معركه الساحل، وهي تريد تقول انها قادره تحرك اكثر من جبهه وفي الوقت نفسه. لكن بالاخير انا اتصور انه هذا الجمار الحوثي وهذه الحسابات لا تقود الا الى خسائر كبيره، خسائر لليمنيين وخسائر ايضا الحوثيه، تدفع باعداد كبيره وتعتمد على هذه الاعداد، وايضا تعتمد على مساله الهدن القصيره والاعداد لاداره جوله من المعارك، واذا بدات تهجم تبدا تقدم تنازلات كاذبه. وبالاخير انا اتصور انه لو الحوثيه في ظل هذه الضغوط العسكريه التي بدات تتحرك في اكثر من جبهه وتتحرك بشكل متكامل لصد عدوانها، انا اتصور انه خلال الفتره القادمه كلما خسرت الحوثيه عسكريا ستبدا تطرح ملفات انها قابله للحل. وانا اتصور انه معركه الحديده قد فتحت ولا بد ان تستمر ولم تتوقف حتى يعني يتم تلقين الحوثيه درس مهم ان السلام يعني هو الحل الوحيد. الاستمرار بهذه الطريقه وتعامل الحوثيه بهذا الشكل لن يقود الا الى خسارتها. اذا استطاع المجتمع الدولي ايضا يدعم القوات اليمنيه الشرعيه والقوات المشتركه وكل مناهض للحوثيه في الضغط عليها عسكريا سنصل الى سلام. اما الهدن القصيره هذا فستستمر الحرب ولن تتوقف وستطول، وهذا احد الاهداف المركزيه لدى الحوثيه لانها لا تريد ان تؤسس دوله ولا تريد لليمنيين ان يستقروا ويامنوا، فقط هي تريد حرب مستمره يتم اضعاف الشعب وتنميه جهاز المواسي وبالاخير هي جهاز عنصري يشتغل لصالح فئه وضد كل اليمنيين. نعم دكتور نجيب غلاب وكيل وزاره الاعلام، شكرا جزيلا لك. استاذ عبد الله، وهو سؤالي الاخير لك، كل ما حاولت الميليشيات واستغلت يعني اتفاق السويد لتحقيق تسلل او تحقيق تقدم او محاوله يعني خروقات هنا او هناك، منيت بخسائر ورجعت بالهزائم. اذا فلماذا تستمر الميليشيات الحوثيه في ذلك، وما هي رساله الابطال من الميدان لكل ابناء القبائل وللمغرر بهم؟ نعم، أولا تحية إلى الرجال، إلى الأبطال من أبطال القوات المشتركة الذين لا ينظرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، هم ينظرون فقط إلى تحرير أرضهم ووطنهم وبلدهم. القوات المشتركة كلها متماسكة وبقلب رجل واحد من مقاومة وطنية ومن قوات سهامية وزرانيق وعمالقة وغيرهم، هم أبطال، هم أصحاب حق، هم أصحاب هدف. تحية لهم، كل الشكر لهم، كل التقدير. ما تسعى إليه الميليشيات الحوثي أنها فشلت في سلطتها اقتصاديا وسياسيا وأيضا عسكريا، وخاصة في الآن الأخيرة كما ذكرت لكم أنها أرادت أن تثبت نفسها أو أن تشعل فتيل الحرب لإطالة الحرب، لأنها لا يوجد لديها أي مؤهل يؤهلها لبناء دولة مستقبليا، خاصة بعد أن رأت أن المواطنون قد طفح الكيل مما تمارس عليهم من ضغوطات ومن قتل ومن نهب ومن سرقة ومن إجرام. أرادت أن تشعل فتيل الحرب وأرادت أن تغير من المعادلة، خاصة بعد إحاطة جوها واعترافه بعراقيل الحوثيين للسلام. أرادت أن تجبر نفسها بفتيل الحرب وأرادت أن تقتل كل اليمنيين كي تبقى فقط للسلطة، وإسماتتها في مدينة الحديدة هي الشريان الرئيسي التي تغذيها، لأن سقوط مدينة الحديدة مدينة الحديدة وتحريرها يعني تحرير كل محافظات الجمهورية اليمنية، فهي لا زالت تتلقى دعمها من إيران عبر موانع الحديدة التي تسيطر عليها. أخي الكريم الأستاذ عبد الله عسيلي المتحدث باسم قوات الزرانيق، شكرا جزيلا لك، والشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء، في أمان الله.